من عام لآخر يتلهف النجفيون لشهر محرم، فبالإضافة إلى إحيائهم لليالييه ينتظرون طهي وأكل القيمة النجفية التي باتت ماركة مسجلة باسم المحافظة توارثوها عبر الأجيال وتوزع على الفقراء والأغنياء على حد سواء كموروث شعبي وديني في هذا الشهر. والله هاي القيمة توارثناها بن عن جد من زمان، يعني من أنا صغير طفل لحد ما كبرنا، عمامي وخوالي وأبوي، ونوزع للفقراء والمقربين والبعيدين وأي واحد هذا يعني بخيرات أبا عبد الله بعد، ونجمع دخل من سنة من بداية سنة ونجمع نفتح شيء يطلع زاد خير. القيمة نجفية من قديم الزمان، وهم أهل النجف اللي يسوون القيمة، وهسه وين ما يسوون قيمة ما تطلع مثل قيمة النجف. الحمص واللحم مع البصل والبهارات ومعجون الطماطم تهرس مجتمعة وتضرب بالتخماخ، فتجهز بعد أكثر من 10 ساعات متواصلة من الطبخ لتقدم مع الرز كوجبة غنية مذاع صيتها، والحصول عليها ليس بالأمر الهين لمرغوبيتها وكثرة الطلب عليها. نضيف الزيت ثم نضيف البصل انقطعة ونحط اللحم نحمسه ونضيف الماء ثم نضيف الحمص نسلفن القدر تقريبا من 3 ساعات إلى 5 ساعات، النوب نسحب قسم من الماء وندرخ الحمص، نضيف المعجون والكمون والدارسين والهيل. ولم تقف حدود شهرة القيمة محليا فقط، فيقول أبناء النجف إن أكلتهم وصلت للعالمية أيضا، ولا منافس لها من أقرانها التي تطبخ في مناطق أخرى ككربلاء وبغداد المنافستين للنجف في طهي هذه الطبخة. من النجف محمد رزاق، التغيير.